السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ أنا الأستاذ الدكتورة حكيمة شاكر حسن من جامعة بغداد، كلية تمريض، فرع تمريض المبالغين. اليوم طبعا هنقدم المحاضرة الأولى من الـ Health Assessment، العنوان الـ Introduction. طبعا هنا بالـ Introduction، طبعا كليتكم انتم تعرفون اخذتوا العام الماضي التعريف انه الاسسمنت. الاسسمنت يمكن انه الهيلث اسسمنت يمكن ان نعتبره بس سكيل، يعني عد مهاره من مهارات التقييم الصحي اللي هو اسسشنال aspect of every nurse's clinical practice. طبعا يعتبر مهارة من مهارات التقييم الصحي، وجانبا أساسيا من الخبرة aspect of every nurse clinical experience، يعني من جانب الخبرة السريرية لكل ممرض. الاسسمنت انتم مثل ما تعرفون هو the first phase of nursing process، هو اول خطوه من خطوات عمليه التمريض اللي هو nursing process، which is used as a tool to identify، اللي يستخدم كاداه لتحديد ومعالجه الاستجابات البشرية، يعني use as tool to identify and lead human response to potential or actual health assessment. طبعا هو يعتبر أداة لتحديد ومعالجة الاستجابات البشرية الصحية المحتملة أو طبعا النيرسينج بروسيس مثل ما تعرفون بالعام السابق هو يحتوي على الاسسمنت، يحتوي على الدايجنوسيس، ويحتوي على البلانينج، ويحتوي على الامبلمنتيشن والايفالويشن. هذه كلها طبعا الشغلات اللي اخذتوها العام وامتحنتوا بيها وعرفتوها انه نيرسينج بروسيس. شباب هسه هنا ديفرنت كلينيكال setting for example، هذه المهارات these skills are essential. ليش احنا نسوي ان هاي المهارات اللي نتعلمها بال health assessment هي تكون أساسية في intensive في أماكن الرعاية الصحية. intensive care unit as well as every other patient care area in the hospital، وفي كل مكان موجود فيه المريض بالهوسبيتال بيكون تكون هذا الهيلث اسسمنت هو ضروري. They are also a necessary component of practice for the community of nurse، وكذلك هو عنصر ضروري من عناصر الممارسة بالنسبة للممرض الصحة النفسية، صحة المجتمع والممرض، الصحة المدرسية وممرض الصحة الصناعية in order for the professional to feel comfortable، لكي يشعر المهني بالراحة والثقة إجراء الفيزيكال اكزامينيشن. فيحتاج انه هذه المهارة must be careful، يعني health assessment لازم انه يتعلم بعناية وممارسة يتعلمها وممارسة بشكل مستمر يتعلمها. طبعا هنا الـ purpose of health assessment، ليش احنا
ليش احنا نتعلم الهيلث اسسمنت؟ طبعا الى اغراض هذه التقييم الصحي، اول شيء تو بروفايد سيستماتيك اند اوبجكتيف ميثود فور ايفالويتنج ذا بيشنز هيلث ستاتس، يعني حتى يوفر طريقه منهجيه وموضوعيه، منهجيه سيستماتيك وموضوعيه اوبجكتيف لتقويم حالة المريض الصحية. ثاني هدف هو along with detail nursing history، يعني هنا جنب إلى جنب تاريخ التمريض التفصيلي، حيكون تاريخ تمريض تفصيلي. The physical assessment فايزر ديتا اناليسيس يسهل تحليلات البيانات، يعني هو انه حيسهل تحليلات البيانات من خلال تحقق صحة هذه البيانات باي بريدكتينج فايلينج الى يتم الحصول عليها. طبعا and refining the information obtained from the patient and other sources ومصادر أخرى صححها وتنقحها. All of this information is particular in strategies، يعني كل هذه المعلومات تعزز الأساس الفكري للتشخيص التمريضي، يعني هنا نستكدر strength intellectual basis for nursing diagnosis and making decision، ويخلي الممرض انه يقدر انه يعمل اتخاذ ياخذ القرارات المتعلقة بالكابين for the patient care المتعلقة بعناية المريض. اقول هناك بس specific goal of health assessment، يعني أكو أهداف خاصة. هاي الأهداف الخاصة هي أول شيء evaluating the urgency of the patient's problem، معناته تقييم مدى الحاجة المريض. إذا identify the presence of health problem، يمكن أن نعرف على وجود مشكلة للمريض. لما نجي نسوي التقييم هذا الهيلث اسسمنت، يمكن قد يحدد لنا ديتيرمين ذا اكستنت اوف ان اكسيستنج بروبلم، يمكن ان نحدد مدى وجود المشكله. ويمكن ايدنتيفاي ذا نيد اوف اديشنال ديتا، يمكن نحدد انه يحتاج الى بيانات اخرى، يعني يحتاج الى شغلات اخرى يمكن انه نسوي الهيلث اسسمنت. يمكن انه الهيلث اسسمنت ما يكفي، يمكن انه نحتاج الى فحوصات اخرى يحدد لنا ايفالويتنج لايك فور ذا بوتيشنال بيشنز بروبلم، تقييم الحالات المشابهه لمشاكل المريض المحتمله. طبعا هسه احنا حناخد type and purposes of assessment. اول type طبعا الانواع والاغراض، من نحكي عن الانواع مالت الاسسمنت اللي هو التقييم الصحي. طبعا اول نوع اللي هو initial comprehensive assessment، يعني التقييم الاولي الشامل. التام يعني الوقت الإنجازة يصير within specific time after within specific time after admission to healthcare agency، يعني في غضون الوقت المحدد بعد رأس بعد دخول المريض إلى المركز الصحي أو إلى المستشفى. البورس مانتر
هذا النشاط كونديري هاسف اسسمنت حتى تستبدلي كومبليت داتابيس فور بروبلم، يعني انشاء قاعدة بيانات كاملة لتحديد الفور بروبلم ايدنتيفيكيشن، لتحديد المشكلة او المرجع ريفرنسز اند فيوتشر كومباريشن حتى تفيدنا للمقارنة في المستقبل. يعني مثلا هسه احنا نسوي اسسمنت وبعدين بعد فترة يكون المريض احنا نسوي له ايضا اسسمنت ونقارن صارت متغيرات عند المريض. الاكزامبل عليها هو الناسين ادميشن اسسمنت، الاسسمنت اللي نسوي في يعني يدخل المريض. النوع الثاني اللي هو ongoing او partial assessment اللي معناته التقييم المستمر او الجزئي. طبعا التانديرهم شو بتسوى قاعده this consists of the overflow of the patient's body system. طبعا يتكون هذا من نظرة عامة مصغرة على حالة المريض والأنماط الصحية of the patient's body system and holistic health button as follow up on his or health status. وطبعا كمتابعة لحالته الصحية ويسووه after the comprehensive assessment، وهذا يصير بعد ما يسوى التقييم الأولي الشامل. طبعا ليش يسوى هذا التقييم ongoing or partial assessment اللي احنا قلناها التقييم المستمر والجزء ليش يسوى؟ أول شيء إنه re-assessment of the initial الإنشياري طبعاً إعادة تقييم المشاكل المكتشفة في البداية reassessment of the initial detected problem. الهدف to determine any change from the baseline break حتى نحدد أي تغيرات إذا صارت بالحالة الصحية مالت المريض. اثنين نسوي ايضا حتى نسوي re-assessment of the normal body system اعادة تقديم موجزة عن نظام الجسم الطبيعي مالت المريض to assess any problem لتقديم اي مشكلة يمكن ان تصارت عند المريض. الإكزامبل عليها مثال عليها could be performed in the hospital community or home setting، يمكن إجراءها في المستشفى أو بالمجتمع أو بالمنزل. أسعدني الآخر هو الصوت الآخر هو problem of assessment، يعني التقييم المركز على مشكلة. طبعا هنا التايم مالته ongoing or process integrity with nursing care عملية مستمرة متكاملة integrated with nursing care يعني مع الرعاية الصحية. طبعا الهدف من عندها the status of a specific problem identified in an area assessment. طبعا لتحديد حالة مشكلة معينة تم تحديدها في السابق. To identify new or overlooked problem لتحديد مشاكل تم أما يعني مشاكل جديدة أو إنه overlook problem تغاضي عنها.
طبعا كان عليه هي اور دي اسسمنت اسيسنج الانتيك اند اوت بوت ان ذا اي سي يو. شباب هذه بالاي سي يو لما تروحون تشوفون اكو اسسمنت يقيسون بالاوت بوت والانبوت. هذا مثال على البروبلم فوق اسسمنت. عندنا التايب الاخرى من الاسسمنت هو الامرجنسي اسسمنت. هذا يسوى التايم بيرفورم يعني شو كنت يسوى during any physiologic or psychologic crisis of the client في خلال اي ازمة سواء انه فيزيولوجية او نفسية يتعرض لها المريض. طبعا البوربس ليش يسوى هذا؟ to identify life-threatening problem لتحديد المشاكل التي تهدد الحياة. الإكزامبل عليها هو الـ ABC Rapid Assessment during Resuscitation Assessment of Suicidal Tendency or Potential Problems. تقييم مثلا هذا التقييم سريع يصير بثناء الانعاش، يعني مثل يجي المريض مختنق فهذا هو مؤتدو للقعدة وتقول له شنو الأمراض السابقة والعائلة بها أمراض، لا هو أنت بدأ تسوي ريسكيشن تقعد تشوف تسأل أهله شنو السبب اللي هو بهذه المشكلة وسوي له أسسمنت للمريض وأنت سوي ريستيشن بعد يورينج ريستيشن أثناء عملية الإنقاذ of the suicidal or tendency potential of the or potential problems. الأسسمنت الآخر اللي هو time lapse reassessment يعني إعادة تقييم الوقت المنقضي. هذا شيء يصير بعد several months or after initial assessment يعني بعد عدة شهور من التقييم الأولي. فهنا عندنا البوربس ليش يسوون هذا الأسسمنت to compare the client current status to the baseline data حتى نقارن بين الحالة المريض بين حالة المريض بالبيانات مع البيانات اللي كانت يعني حالة المريض هسه الحالية to the baseline data اللي حصلنا مع البيانات اللي حصلنا عليها سابقا. المثال عليها reassessment a client functional button in home care in hospital or shift change يعني إعادة التقييم للمرضى للوظائف لحالة الوظائف بالإنهم or in hospital or in shift change يعني أو في وجبات العمل يعني يصير إعادة تقييم للمريض. هسه وصلنا انه اني اسسمنت انه هو كولكشن تو كان اوبجيكتيف ديتا اللي هي السانس هاي ار اوبتين تو اوبزرفيشن تيز اوبزرف اور ميجر باي healthcare professional. يعني هنا يتم الحصول على البيانات اللي هي العلامات من خلال الملاحظة observe or measure أو القياسات اللي يسويها by healthcare professional during physical examination اللي يسويها طبعا أخصائي الرعاية الصحية يعني الممرض خلال الفترة.
الفحص البدني يمكن كان بكذا also from the lab result or diagnosis test ويمكن أيضا يجمعها من خلال الفحوصات المختبرية. شنو السبجكتيف اللي هي شنو السبتم اللي هي طبعا البيانات الشخصية أي الأعراض are often from the clinic on board من الحصول عليها من كلمات المريض الخاصة به and also this information that the patient experience إنه هذه العلامات ويعاني من عليها المريض ويسوي and communicated with the observer يعني يسوي مواصلة مع الشخص اللي بيلاحظه مثل هذه العلامات اللي هي هاي dizziness nausea هاي علامات شباب ما يقدر يعني احنا من انت تباوع عليها ما تقدر تشوف يعني ما تقدر تحكم عليها الا انه المريض هو اللي يقول لك عليها يعني انت ما تدري كيف تباوع على واحد شو مدرك انت هذا الشخص اللي قبلك هو يعاني من النيه او عنده ديزينيس او عنده نوزيا لاقبال نفس الا اذا هو يقول لك عليها فلهذا انه السبب شو يسمى سما سبجكتيف أي العلامات البيانات الشخصية أو الأعراض لتم الحصول عليها من خلال كلام المريض. شباب الستيب أوف أسسمنت يعني إنه شنو الخطوات التقييم. أول شيء إحنا نأخذ سبجكتيف كولكشن نأخذ الجمع البيانات الشخصية من المريض الأوبجكتيف كولكشن يعني جمع البيانات الموضوعية الفاليديشن اللي هي التحقق من صحة البيانات ديكومنيشن اللي هي توثيق البيانات السورس اوف دي اللي هي شنو هسه المصدر هذه المعلومات شو نحصل عليها اما انه دايركت سورس يعني رأسا نحصل عليها بصورة مباشرة من خلال ما انت تقابل دايركت انترفيو تقابل المريض وتحكي وياه تقدر تحصل من عنده المعلومات او انه من خلال ان او باي فون او من خلال الهاتف أن تحصل من عند المعلومات أو indirect من خلال medical record reviewer يعني من خلال علم السجلات المرضى تعتبر هذه indirect أو من خلال علم significant others يعني من خلال المرافق تقدر مثلا ما يقدر يحكي فتروح على المريض تقدر تأخذ من عند المعلومات فهذه الحالة تسمى indirect source. طبعا الخطوة الأخرى شي يقول you can do the following to increase the quality of it زين احنا شنو يمكن انه نزيد من دقة شو نزيد من دقة المعلومات اللي تحصل عليها هناك خطوات لازم نتبعها حتى نشوف المعلومات اللي نحصل عليها من المريض هي دقيقة ولا فشنو الخطوات؟ الخطوة الأولى إنه دون شاب تو كونكلوجن لازم أنت ما تقفز رأساً على كونكلوجن يعني أنت تحكي وبعدين رأساً يقول يلا قولي لنا شنو تحصيل حاصل ما يصير هذا وإنما دون شاب كونكلوجن ask more question to determine the exact cause of the problem يعني انت اطرح عليه مزيد من الاسئلة حتى تحدد السبب الدقيق be attention to detail and variations
يعني أنت لازم تهتم بالتفاصيل والأشياء دقة. طبعا ريمين و او بوسبل ايرا او مس انتربريتيشن. طبعا انت لازم تصير الاحتفاظ بآلات من الاخطاء المحتمله او سوء تفسير البيانات، يعني انت لازم تحتفظ بها هذه اذا كان اكو شيء مس انتربريتيشن سوء بالتفسير البيانات. Organize the assessment to bold and clear and complete representation of the client health status. تنظيم التقييم يعني حتى لبناء to bold and clear، حتى لبناء تمثيل دقيق وكامل للحالة الصحية للمريض. The process of assessing patient يعني إنه هذه العملية مال تقييم المريض، إنه أكو بس مصطلح يضمنها وال IHOBE. لازم أنت don't forget these are methods for subjective and objective data collection during assessment phase. طبعا هذا شنو يعني حرف ال I اللي يعني هو الانترفيو، ال H شنو يعني الهيستوري، ال O شنو يعني الاوبزرفيشن، ال D شنو يعني الفيزيكال اكزامينيشن، ال E شنو يعني الاكزامينيشن. شباب يعني هذا المصطلح هو مصطلح مهم، I H O B E لازم ما تنساها، لانه هذا احنا يفيدك بالسبجكتيف والاوبجكتيف اللي هو الاتش انترفيو الاي انترفيو الاتش هيستوري والاوبزرفيشن اللي فيزيكال الاي اكزامينيشن. شباب بعد ما انك احنا طبعا الهيلث اسسمنت تعال تحصيل حاصل، الهيلث اسسمنت شنو يضمن؟ يضمن سبجكتيف ديتا objective data، subjective data history، objective data physical finding وياها طبعا lab report. هذين الاثنيناتهم شو يسوون؟ يسوون assessment process. لما نكمل هذا الاسسمنت ايش حنقدر؟ نقدر احنا نطلع له problem identification of the problem اللي هو شو نسميه؟ نسميه nursing diagnosis. Identification اللي هي شنو معناته البروبلم؟ Identification of the patient response to the illness. بعدين بعد ما طلعنا البروبلم احنا حنسوي البلان. فاحنا بالهيلث اسسمنت ينتهي دورنا الى البلان، يعني احنا هنا بالهيلث اسسمنت احنا ما نقدم عنايه تمريض، انما احنا نطلع البروبلم حتى يجي شنو؟ يجي الخطوه الثانيه. بعدين نسوي البلانينج، بعدين براها يجي نجي نسوي النيرسينج كير اللي هو شنو؟ بالتمريض البالغين. احنا هسه بالاسسمنت، بالهيلث اسسمنت. فالهيلث اسسمنت انا اعلمكم اوصلكم الى حاله انه تعرفون شلون تطلعون البروبلم مالت المريض، يعني اعلمكم شلون تطلعون هسه السبجكتيف داتا والاوبجكتيف داتا شلون تسووها. فهاي كلها من نطلعها احنا كأننا ما وصلنا الى حد الاسسمنت بروسيس. اذا وصلنا لهاي الحاله ف كل هاي احنا نحكي لكم عليها
تتضمن السكس والإيج، وتتضمن الورك أوف إدوكيشن، المارتر ستيتس، تتضمن الأوكوبيشن يعني الشغل مالتي. فهاي كل هالشغل مهم نوصل للهيلث سيستم، نحكي لكم عليها بالتفصيل شو هون السيستمات شلون نسأل المريض. طبعا احنا الغرض من الانترفيو ايضا تو استبليش هيلثي ريليشن شيب بتوين ذا نيرس اند بيشن، حتى نسوي علاقه بين الممرض وبين المريض. العلاقه تسمى عندنا ربط ترس، يعني علاقه وثاق. الهدف ايضا من الانترفيو فور ميد ان ايديا اباوت الرابع هو identify the patient's special concerning health and illness, reception and health information, behavior and health care. طبعا التعرف على الاهتمامات المريض خاصة بالصحة والمرض والسلوكيات المعززة للصحة للأداء والبناية الرعاية الصحية. يتقسم إلى قسمين، أكو formal and structural يعني اللي هو الرسمي، وأكو informal focus on a specific area of concern اللي هو شنو ما يركز على منطقة معينة على شغلة معينة. نقاط انت ان شاء الله في منشوف بالمستشفى المطلوب، هذه النقاط انت تلتزم بيها. هاي طبعا الضيق من السنه حين ما تتخرج، وهاي فانت لازم المفروض تلتزم هاي النقاط المعينه اللي لك لازم انت تلتزم بيها. بعد اول ما تجون للمريض شو تسوون؟ demonstrate the professional appearance and behavior، يعني لازم شنو مهار لائق للمظهر مهني لائق. يعني المفروض انت تيجي تصرف مهني، تلبس ملابسك المهنية، تلبسها الصدرية بالباج، لأن المظهر اللائق هو يزيد من احترافية المريض ليك. إذا ما كنت لابس وإذا كنت تلبس الصدرية وتصرف تصرفات مو لائقة، فما يصير ثقة، ما راح تولد ثقة المريض. المريض نوصل الثقة، يعني المريض ما يثق بيك. زين البروفايل فور براكسي، المفروض انه توفر تحافظ على حرمة المريض. البروفايل كوايت اند نان ديستركتنج انفايرمنت وير يور بوس، يعني تحاول انه توفر بيئة هادئة ما فيها اي تشوش. يعني مثلا انت لما تيجي تقابل المريض تاخذ من عندك تستري، المفروض هذا تيرينج اوف للسيل فون، يعني للهاتف المحمول. يعني اذا مثلا هو قاعد يحكي لك على الحاله المرضيه مالته وانك التليفون قاعد ديدو، فبهاي الحاله حيصير انترابشن. فالريد نحكم انه تسدون التليفون لما تقابلون المريض. زين ادريس البيشن باي ابروبريت تاتر، يعني المفروض انك لما تحكي ويا المريض يعني تحاول شنو انه ادرس يعني انه تدبر لما تخاطب منه باسمه، يعني اسم سيد حجي جيش، يعني مستر هنا مسز. زين اولويز النقطة الأخرى اللي انت لازم تعرفها، اولويز انتروديوس يور سيلف تو نيو بيشن آل أن يتفعل يورون. لازم تكي من تيجي عن مريض لازم جديد، يعني تعرف بنفسك، تعرف بدورك. زين النقطة الأخرى إنه require the patient permission to conduct the health history، يعني أنت قبل ما تبدأ بالhealth history ما تيجي رأسا تأخذ معلومات، لا، وإنما لازم موافقتك
المريض، يعني تاخذ موافقته يلا تبدي جمع المعلومات مالت الهوب هيستوري. Try to obtain historical data with the vision of كاتتا، يعني of body clothing. شباب يعني تجوا انتوا تاخذون مثلا معلومات من المريض، يعني انتوا خلوا المريض يلبس ملابسه مثلا جايين من الصبح ملابس اليوم هو لابسه، حتى يشعر يعني بنفسه سينس بورد بيرسونال بانسانيته. فتحاولوا انه لما تاخذون انه المريض لابس ملابسه، يعني مثلا جاي من الصبح المريض لابس ملابس النوم فيقول لكم، فتخلوه يروح يلبس ملابسه يغسل وبعدين تاخذوا معلومات. زين Position yourself at the same level as the vision about personal space and eye contact. يعني المفروض position اللي انت هي المستوى هي المريض يصير لازم نفس المستوى من ناحية شنو؟ ال personal space من ناحية بخصوص المساحة المسافة، وبخصوص طبعا ال eye contact التواصل البصري. Recognize vocational bias. لازم تعرف شنو الأشياء اللي هي البايس، شنو الأشياء اللي هي المحتملة، يعني الأخطاء المحتملة، حتى أنت شنو اللي يمكن إنه that may be affected your ability to receive it for the priority، حتى تقدر إنه تكمل complete for the help. لازم انك تكون عندك دراية. Observe the vision for the necessary deficit such as hearing, the visual loss. هاي لازم انت تلاحظها. الاخرى النقطة الاخرى هو priorities، يعني information لازم تتخلى اولويات لحاجات المريض. يعني اذا كان المريض عنده الدين، عنده الجسم، عند الضيق بالنفس، عند الحروب، حال الستريس، هذا يختلف عن المريض اللي سيبه. اللي هم الconsideration يعني الاهتمامات مالتك تختلف عن ذاك المريض اللي سيبه. هذا يحتاج إلى إنه عناية تمريضية سريعة، ففي حين ذاك يعني ذاك سيبه للمريض، فهنا لازم تخلي أولويات أهم. زين نوع and respect the culture norms and value of the individual nation and distinct determining technique accordingly. يعني انت لازم تعرف العادات المعايير والقيم الاخلاقيه للمرضى وتضبط الانترفيو حسبها. يعني مثلا انت مثلا عندك مريض، يعني لازم انت مثلا عندك مريض يجوز مسيحي، تقول له انت يعني انت لازم ما يعني اكو بس اكلات معينه انه هو مسيحي ياكلها، في حين ان المسلم ما يقدر يعني ممنوع انه ياكله. فانت لازم تعرف شنو الاكلات اللي لهذا المسيحي ياكلها، حتى انت شنو حتى بالنصائح مالتك من الطيار. مثلا اكو بس مجتمعات يعني تختلف، يعني مجتمع مضاربي مثلا يجوز انت كممرض بالمستشفى يدخل لك واحد امريكي، يدخل لك واحد، فهذا المجتمع مالته يختلف عن مجتمع. يعني اكو بس نصائح لمن تعطيها يختلف عن النصائح اللي تعطي الواحد العراقي، يعني كل واحد. فانت لازم يعني تحترم المعايير الأخلاقية وتحترم أيضا أنه الثقافة مالته والقيم الأخلاقية للمرضى، وتسوي الانترفيو أكوردي تكنيك أكوردي. If a language barrier necessitates using a translator، يعني إذا كان أكو ممنوع باللغة ما تفهم اللغة مالته، يمكن انه اجيب المترجم يترجم لك. Ask the patient if it is accepted to him if you take brief notes during the interview. لازم الشباب يجب ان تسألون المريض انه اذا كان يقبل انت في اثناء
المقابلة السجل ملاحظات، هذه كلش مهمة. زين اشهد ليشن ذات اول اوف ذا انفورميشن ذات از بروفايد فور ويك كونتنيشن. زين يعني انت لازم تتاكد لان المريض انه كل المعلومات اللي بدها تعطيها هذه هي تبقى سريه. موز اوبن ايديت كوشن وين ايفر بوسبل، يعني انت لما تجي تاخذ المعلومات من المريض لازم انت تستعمل اوبن ايديت كوشن، تستعمل سؤال مفتوح. يعني انت لما تجي تقول له ask physician to describe the illness، يعني اوصف لي الحاله مالتك المرضي، ما يصير انك تقول له انت الحاله المرضيه بدك فلان شغل وفلان شغل وفلان شغل واختار، ما يصير. ما يصير اختيارات متعدده وبوجه عندك المريض، وانما يصير سؤال مفتوح. زين how the mission to become partner in the care giving process، يعني انه نحاول انه نشارك المريض بالعمليه التمريضيه مالته. give the patient adequate time to respond، يعني توصل سريع، تريد اسرع اسرع، يلا بحكي يوصل فينا صار فينا ربع ساعه بساعه، ما يصير انه تعطيه وقت حتى يجاوب. do not use technique term or medical jargon، يعني انت ما يصير تستعمل ويا المريض يعني المصطلحات الطبيه او المصطلحات الفنيه. be unattentive non-judgmental listener and an alert observer، يعني كل انه المفروض انت لازم تصير كن مستمع يقود ويا محفوظ وتكون دائما مراقب ومتيقظ، ولازم دائما تصير زين اوبزرف النون فيرب بيهيفير ثرو ذا انترفيو، لازم انت تسوي الانترفيو تتبرع على تصرفات المريض اللي هي الغير لفظيه. بعدين بالاخير شباب بعد ما تكملون انترفيو بعد ما تكملون تكن فور ذا هيلث هيستوري شو تسوون؟ لازم تشكرون acknowledgement the volume of the patient. طبعا هسه احنا نكمل محاضرتنا اللي هو الفيس فور ذا انترفيو. الفيس فور ذا انترفيو اللي يضمن طبعا الفيس الاول اللي هو الانترودكتوري فيس. بالانترودكتوري فيس هذه مرحلة المرحلة التمهيدية، هذه المرحلة إنه يصير علاقة relationship between the nurse and the patient. هذه العلاقة يسموها robot relationship اللي هي علاقة إقامة علاقة الآن. طبعا هذه المرحلة أيضا إحنا نشوف المريض إنه comfortable setting، نشوف الغالب من عنده انه ايضا هذه المرحلة انه تضمن انه نعرف المريض بالاهداف مالت المقابلة. المرحلة الثانية اللي يسموها مرحلة working phase، وهذه المرحلة data collecting phase and it surface several purposes. وهذه المرحلة انه شنو يصير collected by graphic data، يعني كل مرة الجمع المعلومات الديموغرافية من المريض. وهذه المرحلة ايضا يصير collected with data about the patient health state، المعلومات يعني ناخذ المعلومات من subjective data يسأل عن حالته الصحية. identify the response to the patient to the health need، فيتعرف على انه الردود الريسبونس يعني ردود فعل المريض حول احتياجاته. should be begun from the general to the specific، يعني من بصورة عامة إلى الخصوصيات. means for therapeutic communication skills should be critical thinker، يعني إذا إنه المريض لازم يستعمل محادثات تدل على الذكاء مالته.
كان بيستعمل بيها فكرة فاست ثينكينج انه هاي المرحلة ايضا لازم هم تاخذ تو بوينت ليد انترفيو سيشن، يعني انه ما يقدر الممرض انه كل المعلومات اللي طايه انه يديها واحد فصل واحد، وانا ما قد يسوي المعلومات اللي يعطيها للمريض او اللي ياخذها يمكن ان يسويها على شكل اجزاء. الديليشن شو سامز او فتيك او ريس اتنشن اند انترفيو، يعني اذا كان الممرض لاحظ على المريض علامات من التعب او انه قل انتباهه فبعض الحالة انه ممكن انه يجي المقابلة. اتنشن فيس انه طبعا الدور المرحلة النهائية validation about the length of the interview، يعني انه لازم انه من الاحسن انه تخبر المريض ايش قد الفترة مالت المقابلة مالتك. At the end summarize the data collected to ensure there is nothing is missed، يعني انك بالنهاية لازم تسوي بالسمريز ملخص حتى تتأكد إن المعلومات ما صار بها أي من أي فقدان. الاستراتيجية طبعاً الأخرى اللي إحنا نستعملها هي المريض هو communication، هاي الاستراتيجيات الاتصال، وأكو استراتيجيات الاتصال أكو setting special communication technique، هذه أول وحدة نعدها اللي هو السالفة. الثاني معناته الصمت. الصمت احنا عندنا مثال is holding silence is holding something then. المقابلة انه شنو؟ انه لحظة الصمت moment of silence يمكن الانترفيو، لازم انت تصمت خلال الانترفيو حتى تسمع للمريض. encourage the patient continue، تشجع على ان يستمر كانما talking talking and give me a chance to assess his ability to organize the sound. يعني شجع المريض على الاستمرار بالتحدث، وهذا يعطيك فرصة لتقييم قدرته انه هو يقدر على ان ينظم افكاره يشوفه. ايضا الثاني شغلة انه الاستراتيجي اللي هو الفايزيشن اللي هي التسهيلات. الفايزيشن انكرج هاي التسهيلات انه يشجع المريض انكرج الفايزيشن to continue with his or her story using such various as this continue go on، يعني تستخدم حتى تساعد على انه يستمر كانما تقول ارجع الاستمرار او استمر. زين الكونفرميشن، هاي الكونفرميشن معناته التاكيد انه شنو؟ هذه الكونفرميشن تو انشور ذات بوث يو اند ذا بيشنت ار اون ذا سيم ات راب، يعني معناته تضمن انه تأكيد انك انت والمريض على نفس المسار. You may say يعني انت understand you correctly you say and you give you the information they should give، يعني انه شنو قد تكون اذا فهمت يمكن ان تطلب بعض المعلومات اللي تأخذها ان المريض. may say if you understand me correctly you say and repeat، يعني تكرر بعض المعلومات اللي اخذها. هذه التكنيك هذه التقنيه
you can have two clear misconceptions that you or religion may be hard. يعني هاي التقنية إنه يمكن إنه يساعد على إزالة المفاهيم الخاطئة. الريفلكشن شنو هي؟ الوضوحية. طبعاً الريفلكشن may be needed when the information is vague or طبعاً الريفلكشن شنو معناته؟ إنه هو repeated something that the patient has just said can help you obtain more specific information. الريفلكشن يعني هو إعادة الكلام، يمكن أن يساعد على تكرار شيء ما قاله المريض لتود الحصول على معلومات أكثر تحديداً. To obtain more specific. مثل example, when the patient with stomach ache may say, I know I have an ulcer. مثل إلى واحد إذا المريض كان عنده قرح قد يقول من آلام بالمعدة قد يقول لك أنا عندي قرح. And so you may say يعني أنت يمكن أن تقول له you know you have an ulcer يعني أنت تعرف أنك عندك قرح. هو شيء جابك المريض yes I had one before and again the same. عندي قليل وأهم عندي نفس الأعراض. هذا هو الريفلكشن اللي هو إعادة الكلام. زين الكلاريفيكيشن شباب شو معناته؟ هذا الكلاريفيكيشن معناته إنه may be needed when the information is vague or confusion. يعني هذه قد تكون يعني يعني تكون المعلومات اللي أخذتها هي شيء من الغموض، فتحتاج إنه الحاجة إلى التوضيح، يعني تحتاج إلى حاجة إلى التوضيح للمعلومات اللي أخذتها هي فيجر أت كونفيوجن يعني الغموض. إكزامبل يعني إذا قال المريض إليك if you say I can't understand this يعني قال ما أقدر أقول. أنت شو تقول له؟ يعني ما أقدر أتحمل شيء قال له. أنت شو تقول له؟ تقول شو تقصد الكلمة ما تتحمل؟ Your response may be what can't you stand or what do you mean by I can't stand this. يعني شو تقصد بكلمة إنك ما تقدر تتحمل؟ ها؟ هذا شنو؟ حيعطي للمريض this gives the patient opportunity this his statement. حيعطي للمريض فرصة إنه يشرح لك شو معنى هاي الكلمة the statement. Summarization is the resting of the information the patient gives you. أي إعادة صياغة المعلومات التي بحوزة المريض. ويتضمن summarization ensure that the data you have collected are quiet and complete. يعني هنا نظن ان المعلومات اللي جمعتها دقيقة وكاملة. كما انه يشير انه summarization also يشير also signals that the interview is about to end. يعني يشير الترخيص لأن المقابلة على وشك الانتهاء. الكونكلوجن اللي هي معناتها طبعا المحصلة، المحصلة انه نتفاين اخبار المريض that you are ready to complete the interview him or her. يعني انه تخبر المريض انه على استعداد لاختتام التواصل. وطبعا هنا واتاحه للمريض opportunity
كذا دي تاي اي ميك ان امبورتنت فاينل ستيتمنت واتاحت للمريض على تجميع افكاره لتحت المريض لجمع افكاره ولقدم اي بيانات يريد يقدمها. This can be done by saying how يمكن ان يسويه من يقول له I think I have all the information you know. يعني انه يمكن يقول له طبعا هسه احنا نكمل محاضرتنا اللي هو الفيس فور ذا انترفيو. الفيس فور ذا انترفيو اللي يضمن طبعا الفيس الاول اللي هو الانترودكتوري فيس. بالانترودكتوري فيس احنا هذه المرحله اللي المرحله التمهيديه. هذه المرحله انه علاقة relationship between the nurse and the patient. هاي العلاقة يسموها robot relationship اللي هي علاقة لقامة علاقة الأم. طبعا هذه المرحلة أيضا احنا نشوف المريض انه هو comfortable setting. نشوف الغالب من عنده انه ايضا هذه المرحلة انه تضمن انه بالأهداف مالت المقابلة. المرحلة الثانية اللي يسموها مرحلة working phase. بهذه المرحلة data collecting phase and it serves several purposes. بهذه المرحلة إنه شنو يصير collected by graphic data. يعني هم مرة الجمع المعلومات الديموغرافية من المريض. وبهذه المرحلة أيضا يصير collected data about the patient of the state. المعلومات يعني ياخذ المعلومات من subjective data يسأل عن الحالة الصحية. Identify the response to the patient to the health need. فيتعرف على انه الردود الرسموس يعني ردود فعل المريض حول احتياجاته. should be begun from the general to the specific يعني من الصورة عامة إلى الخصوصيات. Use for therapeutic communication skills should be critical thinker. يعني إذا إنه المريض لازم يستعمل محادثات أدل على السكيل مالته. ولازم أيضا يستعمل بها critical thinking. بهاي المرحلة أيضا لازم don't have the to complete the interview session. يعني إنه ما يقدر الممرض إنه كل المعلومات اللي يطايا إنه ينهيها واحد فصل واحد. وأنا ما قد يسوي المعلومات اللي يطيها للمريض أو اللي يعني يمكن أن يسويها على شكل أجزاء. The patient showed signs of fatigue or less attention in the interview. يعني إذا كان الممرض لاحظ على المريض علامات من التعب أو أنه قل انتباهه فبعض الحالة أنه ممكن أنه ينهي المقابلة. Examination phase. طبعاً الدور المرحلة النهائية أنه بالمرحلة النهائية it is better to guide the patient about the length of the interview. يعني أنه لازم أنه أحسن أنه تخبر المريض جديد الفترة مالت المقابلة مؤكد. At the end, summarize the data collected to ensure there is nothing is missed. يعني إنك بالنهاية لازم تسوي بالسمري بس ملخص حتى تتأكد إن المعلومات ما صار بها أي من أي فقدان. الاستراتيجية طبعا الأخرى اللي احنا نستعملها هي المريض هو
الشن عالية إنه استراتيجيات الاتصال، وأكو استراتيجيات الاتصال أكو سيتم سبيشال كوميونيكيشن تكنيك. هذه أول وحدة من عندنا اللي هو السايلنس. السايلنس معناتها الصمت. الصمت إحنا عندنا مثال إز كولدين سايلنس إز كولدين صمت من ذا. المعاني إنه شنو؟ إنه وحدة الصمت مومنت أوف سايلنس يمكن أن تكون بعد أنت تصمت خلال أنت في وحدة تسمع للمريض. إنكاريش ذا بيشنت كونتينيو يشجع على أن يستمر كأنما talking and giving me a chance to assess his ability to organize the thought. يعني شجع المريض على الاستمرار في التحدث، وهذا يعطيه فرصة لتقييم قدرته أنه هو يقدر على أن ينظم أفكاره يشوفه. أيضا شغلة انه بالكوميونيكيشن استراتيجي اللي هو انه الفايزيشن اللي هي التسهيلات الفايزيشن انكريج هاي التسهيلات انه يشجع المريض انكريج الفايزيشن to continue with his or her story using such various as this continue go on. يعني تستخدم انه بعض العبارات حتى تساعد على انه يستمر كانما تقول له رجع الاستمرار او استمر يستمر. زين الكونفرميشن معناته التاكيد انه شنو هذه الكونفرميشن تو انشور ذات both you and the patient are on the same track. يعني معناته تتضمن انه تأكيد انك انت والمريض على نفس المسار. You may say يعني انك understand you correct you correctly you say and we give you the information the patient give. يعني انه شنو قد تكون اذا فهمت يمكن ان تقرر بعض المعلومات اللي تاخذها المريض. may say if you understand you correctly you say and repeat. يعني تكرر بعض المعلومات اللي اخذها هذه التكنيك التقنيه ممكن تو كلير misconception that you or the patient may be hard. يعني هاي التقنية انه يمكن انه يساعد على ازالة المفاهيم الخاطئة. الرفلكشن شنو هي؟ الوضوحية. طبعا الرفلكشن may be needed when the patient is when the information is vague or الرفلكشن شنو معناته؟ انه هو repeated something that the patient has just said can help you obtain more specific information. الرفلكشن يعني هو إعادة الكلام يمكن أن يساعد على تكرار شيء ما قاله المريض لتولي الحصول على معلومات أكثر تحديداً to obtain more specific. مثل example when the patient with stomach ache may say I know I have an ulcer. مثل إذا واحد إذا المريض كان معاه قرحة قد يقول من آلام بالمعدة قد يقول لك أنا عندي قرحة. And so you may say يعني أنت يمكن أن تقول له you know you have an ulcer يعني أنت تعرف أنك عندك قرحة. هو شي جابك المريض yes I had one before and again the same يعني عندي قرحة وعندي نفس الأعراض. هذا هو الرفلكشن اللي هو
إعادة الكلام. زين، الكلاريفيكيشن شباب شو معناته؟ هذا الكلاريفيكيشن معناته إنه may be needed when the information is clear or confusion. يعني هذه قد تكون يعني يعني تكون المعلومات اللي أخذتها بشيء من الغموض، فتحتاج إنه الحاجة إلى التوضيح، يعني تحتاج إلى حاجة إلى التوضيح للمعلومات اللي أخذتها بها الفيديو قد تكون confusion يعني غموض. example، يعني إذا قال المريض إليك if you say if your says I need to sign this، يعني قال ما أقدر أوقف، أنت شو تقول له؟ يعني ما أقدر أتحمل شيء، قال له أنت شو تقول له؟ يقول شنو هون؟ شنو تقصد الكلمة ما تتحمل؟ your response may be what can't you stand or what do you mean by I can't stand this. يعني شنو تقصد بكلمة إنك ما تقدر تتحمل؟ ها؟ هذه شنو؟ حيعطي للمريض this gives the patient opportunity to explain this his statement. حيعطي للمريض فرصة إنه يشرح لك شنو معنى هاي الكلمة this statement. Summarization. Summarization is the resting of the information division with you. أي إعادة صياغة المعلومات التي بحوزة المريض، ويتضمن الـ summarization ensure that data you have collected are acquired and complete. يعني هنا نظن أن المعلومات اللي جمعتها دقيقة وكاملة، كما أنه يشير أنه الـ summarization also يشير also signals that the interview is about to end. يعني يشير الترخيص لأن المقابلة على وشك الانتهاء. الconclusion اللي هي معناتها طبعا المحصلة، بالمحصلة انه not fine اخبار المريض the patient that you are ready to complete the interview him or her. يعني انه تخبر المريض ان على استعداد لاختتام التواصل، و طبعا ثاني واتاحه للمريض opportunity to gather the time and make an important final statement، واتاحه للمريض على تجميع افكاره لجمع أفكاره ويقدم البيانات اللي قدمها. This can be done by saying هاي يمكن أن يسويه من يقول له I think I have all the information you know. يعني أنه يمكن يقول له للمريض أعتقد شباب أي وصلنا إلى شلون نستكشف exploring the chief component. يعني أكو بس مصطلحات هذه يمكن إنه نعرف بها chief component. شباب هذه مصطلحات مهمة. أسعد B Q R S T اسمح لي على كل واحد من عدد التفصيل. شباب هذا المصطلح B شنو يعني؟ يعني book or budget. اللي هو شنو يعني؟ يعني التأكيد بالعربي إنه what really the system makes the system worse does anything trigger the system. يعني ما هو الشيء اللي يخفف الأعراض أو يجعل الأعراض شنو الشيء اللي يسوي بحيث إنه يجعل الأعراض تزداد سوء. فهذا حرف الدي هو مثلا حرف لكيو يمثل علمي الكواليتي أو الكوانتيتي اللي شنو معناته؟ يعني شنو تسأل المريض؟ تسأل المريض تقول له What does the symptom like are you having
symptom, right? No. To what degree do the symptom affect your normal activities? يعني هل هناك هل أنت تعاني من الأعراض وإلى أي مدى تأثر هذه الأعراض على الفعاليات مالتك الحية؟ To what degree do the symptom affect your normal activities؟ يعني شو تأثر هذه العلامات مالتك على الفعاليات الحية؟ زين، الحرف الار شنو يعني؟ يعني الريجين أو يعني يعني الرايجيشن، وير يعني معناتها المكان، وير ان بدي دو ذا سيمبتوم اكر، داس ذا سيمبتوم ابيير ان اذر ريجين، اف سو وير، يعني اين تظهر الاعراض في الجسم، واذا ظهرت الاعراض في اماكن اخرى بالجسم فقل لنا وين هاي الاماكن اللي تظهر بها الاعراض. السيفيريتي، الاس يعني السيفيريتي يعني معناتها الحده. How severe is the symptom? How could you rate it on scale? Rate it on scale 1 to 10. Began the most severe. يعني إذا إحنا اعتبرنا يعني إنك هنا تقول له ما مدى شدة الأعراض وكيف يمكنك تقييمها على مقياس يعني من 1 إلى 10 باعتبار إنه تبدل أنت بأقصى حد. أو هنا إذا began the most severe يعني إذا إحنا اعتبرنا أنه 10 هي كلش السبير، واعتبرنا أنه 1 هي أقل شيء، فهنا يأشر لنا المريض يعني من 1 إلى 10 يأشر أنه هو حسب حدة الألم اللي يشعر به. Do the symptoms seem to diminish in intensity or stay about the same؟ يعني هل أنت طبعا هنا هاي العلامات إنه تتقلل، تبدأ إنه العلامات تقل شدتها أو تظل كما هي stay، يعني هنا هاي العلامات تبدو عندك هي تقل شدتها او انه تبقى على نفس المستوى. التايمينج شباب، تي شنو يعني؟ يعني التايمينج. When did the symptom begin؟ يعني اين بدات الاعراض بدايتها؟ يعني يا وقت بدات الاعراض بدايتها؟ هل هي بدات هاي الاعراض انه سنن اور جراجوال؟ يعني هي بدأت الأعراض فجأة لو بصورة تدريجية. How often symptom occur؟ يعني كم مرة ظهرت الأعراض عندك؟ فهذه شباب كل واحدة من عندها BQRSE لازم تعرف شنو بي شنو تعني بروك أور بايليتف، والكيو شنو تعني نكوالتي أور كونتينيتف، والأر شنو تعني تعني ريجين أو لغرايجيشن، والأس شنو تعني تعني السيفيريتي، والتيت شنو تعني تعني تعني. أما كيفية نسأل عليها الأسئلة فهذه هي الأسئلة اللي شرحناها. شباب، المصطلح الآخر أيضا المهم اللي احنا هسه نشوفه اللي هو الكورد سبايرال. شباب هسه حين من الآية أيضا مصطلح أيضا مهم السي، حتى نستكشف به العلامة السي. هسه نجي نحكي لكم على السي شنو تعني، الأو شنو تعني، الأل شنو تعني، الدي شنو تعني، الأس شنو تعني، بي شنو تعني، أي شنو تعني. شباب السي شنو تعني؟ هي الكاركتر. Describe the signs or symptom. How does it feel؟ يعني إنه تقول لي إنه هذه العلامات اللي هي شنو أنت تشعر بيها؟ يعني how does it feel؟ ممكن انه تشعر بيها بشر حادة او ضوء باهتة او ايكن يعني على شكل هكية مؤلمة او throbbing على شكل خفقان. look يمن انت تشوف هذا العرض شو نشوفه؟ شوفه على شكل شامل لامع
او على شكل نتوء او ريت احمرار او سولين اللي هو متفخ او بروز كدمات زين السام. اذا سمعت انه من هذا اللي يجي تسمع تسمع على شكل لود عالي او صوت ناعم او رسمين طبعا هنا قاصر او واسمع الريحه مالته يعني شوف ريحه متحفنه وقاوه كريهه سويت حلوه او بانجن نفاذه شباب. هاي بالنسبه للسين الاوشن تعني الاونس من ديد ات بيكام يعني شو كتبت هذه الاعراض تظهر عندك اللوكيشن يعني وين مكانها ذاتس ات رايت يعني هي تمتد الى مكان اخر زين دي شنو تعني الديوريشن هاو لونج ذاتس ات لاست يعني شقد استمرت هذه ذاتس ات ريكواير يعني هي ترجع لك رجعت لك هاي الاعراض الاس شنو معنى السيفيريتي هاو از ات يعني انه تشعر بها انه هذه الاعراض يعني سيئه اليك يعني كلش تضوجي انت تعبه الباتن وات ميك ات بيتر اند وات ميك ات وورس يعني ايش تسوي حتى هاي الاعراض تصير حتى تروح وتصير تزين او ايش تسوي حتى هذه الاعراض قد تزيد عندك حده زين الاسوشيتد فاكتور يعني what other symptoms occur with it يعني شنو العلامات اللي قد تكون مصاحبة للعرض الرئيسي مالتك شباب بعض الاستعدادات احنا هذا شيء مختصر يعني هسه انت ان شاء الله بالمحاضرة الثانية حناخد احنا السيستم اللي انت والسيستمات الاخرى شوفون حنسأل بيها نعلمكم على السبجكت ديتا اللي طبعا هاي ناخذها من المريض ايش تاخذون من المريض حتى نسوي كومبليت للهيلث هيستوري لازم نحتاج انه ناخذ المعلومات التاليه ناخذ المعلومات اللي هو السوشيال ديموغرافي اللي هي تسمى بايوغرافيك ديتا اللي تضمن الايج السيلز الرايز البليس اوبريت الماتر ستيتس الاوكوبيشن الريجن تضمن ايضا انه ايضا يتم السبجكتيف ديتا تشيف كومبليت يعني الشكوى الرئيسيه وبهاي احنا يوم ناخذ الشكوى الرئيسيه لازم نسويها حسب المصطلحات الاكسبوجر اوف كومبليت اللي سجلناها قبل شويه عن المصطلحات البي كيو ار اس بي والكود ديسباري اللي كنا شرحناها قبل شويه فناخذها حسبها الهيستوري اوف بريزنت هيلث يعني نشوف إذا كان عندك أي مشكلة هسه صحية والباست هيلث هيستوري إذا كان عندنا مشاكل صحية وكذلك ناخذ عندنا الباست الكرنت هيلث ستيتس يعني الميديكيشن اللي ياخذ وإذا كان عنده أي حساسية إذا كان عنده إلرجي السموكينج الدراكس الإميونايزيشن الإكسرسايز الإنفايرمنت هذا كله ناخذ احنا بنظر الاعتبار الفاميلي هيستوري شباب ناخذ اذا كان اكو اي حد من الاسرة عن امراض مزمنة السايكو سوشيال هيستوري الهوم سيتويشن اور سيجنيفيكانت اذر اكتيفيتيز اوف ديلي ليفينج ريليجن البيت الاكسبكتيشن اند ذا بريزنت اور شباب هذا كله احنا بس هذا بالسبجكت ديتا بس هذا كل الحكي شباب انا اعطي لكم هاي بصوره مختصره هنا لكن هذا الكلام هذا الاستاذ والاستاذ قبلنا طبعا بصوره مختصره لكن احنا نستناقش كله بالتفصيل ان شاء الله بالفصول ونعلمكم شلون تاخذون السبجكت ديتا.
بعدين رجعوا إلى الفيزيكال اكزامينيشن اللي هو الاوبجكتيف داتا. شباب الفيزيكال اكزامينيشن يعتبر از سيستماتيك ابروتش او كولكتينج اوبجكتيف داتا اباوت هيلث ستيتس اند ات انفولفد وذ ديب ديتيل ايفالويشن اوف بيشنز او بودي or body structure, organ or system by use of examiner sense, visual, tactile, auditory, and auditory. شباب إجوانا طبعا اللي هو التقييم البدني هذا يعتبر التقييم البدني is a systematic approach يعني هو منهج منظم لجمع البيانات الموضوعية حول الحالة الصحية. يطبق طبعا هذا المنهج يتم استخدام التقييم البدني لجميع أجزاء الجسم يعني evaluation condition or body structure لكل أجزاء الجسم والأورجان الأعضاء مالته والسيستمات by use of examiner يعني يستعمل الاكزامينر بيها عندنا يستعمل حاسة الحواسي اللي هو الفيجوال يستعمل حاسة التكتا اللي هي حاسة اللمس والأوديتري حاسة الشم والأوديتري حاسة السمع. طبعا هنا انه بيحتاج من النيرس انه هذا يحتاج انه النيرس تو ابلاي سبيشال تكنيك يعني اكو تقنيات خاصه انه الممرض لازم يطبقها بهاي التقنيه ويستعمل عندنا اكيوبمنت خاصه وعند يوز فور اكيوبمنت اند نولج بيس وقاعده بيانات خاصه ويحتاج انه اكسبوز ايتش ريجن اوف ذا بيشنز بودي يحتاج انه يكشف كل منطقه من مناطق الجسم ويفحصها باستعمال الخواص اللي هي اللوكينج والليسنينج والتوتشينج والسمعينج يعني انه يشوفها ويسمعها ويلمسها ويشتمها. طبعا اول تقنيه هي هذه التقنيات كانت الفيزيكال اكزامينيشن او الاوبجكتيف داتا طبعا تحتوي على فور تكنيك على اربع تقنيات. اول تقنيه اللي هو الانسبكشن المعاينه. الانسبكشن it is in general referred to as informed observation طبعا هو ما تراه بعينك what you see with your eyes as well as what you smell and hear is important and necessary skill therefore frequently throughout the patient care. يعني بهذه التقنية هي ما تراه العين وكذلك ما نسمعها يعني هنا انه هي التقنية على ما تراه العين what you smell and كذلك شنو الشيء اللي شمه وشنو الشيء اللي انت تسمعه يعني وهي هاي تعتبر التقنية هي مهمة وتحتاج الى مهارة خاصة واحل والى بيرفورم فريكوينت يعني مرات عديدة انه تسويها في اثناء التقديم الرعاية التمرين. Inspection is the visual examination of the patient هو يعتبر هذا الفحص هو فحص بصري بأثناء الفحص المريض. بس عندنا هنا أكو خطوات تتبعها بالإنسبكشن بس guideline for effective inspection اللي هو لازم يصير إنك لما تسوي الإنسبكشن لازم يصير هذا الإنسبكشن systematic يعني منظم. لازم
لازم انه يطلب من عندك انه المريض تسوي له فول اكسبوز دايرجا تو بي انسبكتد كفار ولا بودي، يعني كفار تو ريسبكت ذا كلاينت. يعني هنا شنو انه المنطقة اللي تفحصها لازم انت تكشفها حتى تشوفها وتضغط المناطق الاخرى اللي انت تريد تفحصها. المفروض انه تستخدم نوز جود لايت، يعني هنا عندنا الريفير ربما يعني انه تستخدم الاضاءة، ويفضل ان يكون الضوء فيربل الناتشرال لايت، يعني يفضل انه الضوء الطبيعي. ميتين كومفورتبل روم تمبريتشر، تحافظ على على انه راحت على الغرفه انه تكون اللي تفحص بها لازم تكون ورم، يعني تكون دافئه، الحفاظ على درجه حراره الغرفه. هنا نحن اوبزرف الكلار شيب سايز السمتر بوزيشن والموفمنت، تلاحظ طبعا اللون والشكل وحجم والتناسق والبوزيشن والموفمنت مال العضو اللي انت تفعل تسوي انسبكشن، يعني تنظر الى وجهه تنظر اليها. بعدين بعضها انه لازم نسوي كومبير باي ليترا ستراكشر اوف سيمينات اند ديفرنس، يعني تسوي مقارنه بين لأوجه التشابه والاختلافات بين الجهتين. الفحص الثاني اللي هو البالبيشن معناته الملمس، هذه طبعا it is a sophisticated skill that utilizes the sense of touch to obtain the clinical data about the patients، يعني هي مهارة تكون معقدة تستخدم حاسة اللمس للحصول، يعني utilize for the sense to touch حتى تحصل على المعلومات على من حتى تحصل معلومات عن المريض. فأكو طبعا بالبالبيشن أكو هسه نحكي أكو اثنين اللي هو light وأكو deep بالبيشن تكنيك، أكو التكنيك الديب اللي يصير أكو اللايت. بعض الشيء تكليل كان بيونس يمكن انه نستعمله حتى نيس to distinguish between the normal and normal vibration، حتى نيس بين الشيء الطبيعي والغير الطبيعي. البالبيشن طبعا uses the sense of touch، انها تستخدم حاسة اللمس to assess حتى تقيم أي part، يعني الأجزاء part of the body، and to confirm finding that are noted on inspection، ومتأكد أنه النتائج مالت الانسبكشن، تأكد على النتائج اللي طلعت من التكنيك السابق اللي هو الانسبكشن. طبعا يعني بهذه الكاركترستيك كود بي يمكن انه نشوف بهاي التقنيه مالت الفاضيشن، ممكن نشوف شو فائدتها، انه نشوف التكست شلون مالت السكين، نشوف عندنا خاصيه اللمس، نشوف السكين هل هو غلط او سمو، نشوف التمبريتشر مالت السكين وورم كود، نشوف الموستشر عند هاي الويت، يعني موتر الرطوبة، نشوف الموبيلتي مثلا إذا كان أكو ورم نشوفه، نشوف هو فيك ثابت موبيل أو سيلف بريتنج، يعني بعد هو مستمر في الحركة. الكونسيستنسي المحتويات نشوفه هو سوف ناعمة، نشوفه صلب هارد، نشوف فلويد فول، نشوف السترنج أوف باس بهذه التقنية، نشوف هو سترونج ويك فريت، يعني هو خيطي باوندينج محا، نشوف عندنا السايز، نشوف سمول ميديوم لارج، مثلا اكو بستيوم في شيء بهاي الخاصيه ما تنمس، نشوفه هو
صغير هذا يشوفه هو متوسط حجم، يشوفه هو لارج كبير، يشوف الشيب مالت المرض، يعني انت تتحسس يشوفه هو ديفاين، يعني هو الباودر البوردر مالته، يعني هو الحواف مالته، يعني تقدر تشوفها ريجولار لو ريجولار وبرود ديفاين او ريجولار. نشوف الديجري اوف تندرنيس، يعني مثلا تندرنيس شنو معناته؟ يعني يصير عنده الم المريض، يعني انت تلزم تشوف درجه الالم مالته نقدر نشوفه. اكو ملاحظه اخرى، ريمبر تو بي لوز وورم هاند، لازم انت ايدك تصير ودافيه لما انت تسوي هذا الفحص. طبعا اي تندرنيس اريا ذات شود بي بار بي بلس، يعني اي منطقه اللي يشوفها يصير بيها الالم لما انت تلزمها، فانت هاي تخلي فحص هاي المنطقه تصير بالاخير بلس. شباب هسه وصلنا والهان بارتي تكون من الفينجر بار اللي هي قمة الأصابع أو وسادة الأصابع، وهذه شنو فائدتها؟ شنو وصلت الزيتك تو فاين ديسكريمينيشن، يعني التمييز البطني والداخلي، تمييز فاين ديسكريمينيشن، وتستعمل أيضا الباص بالفينجر بارتي، يمكن إنه نقيس الباص، يمكن انه نقيس التكستشوال، يمكن انه يعني مثل ما قلنا انه التكستشوال يكون اما سوفت او راف، او يمكن نقيس المواشر يعني الرطوبة، يمكن نقيس ان الماس يشوفه، يمكن يشوف السايز بيها، يمكن يشوف الكونسستنسي مالت المحتويات، يمكن يشوف عندنا بالفينجر نشوف الشيب مالت الورم، يعني هو ريجولار او ريجولار ديفاين، اللي ممكن نشوف الكريبتيشن اذا كان اكو مثلا بس فلويد بين الاعضاء، يمكن انه نتحسن في الدبلت. بالاوفر اند البالمر سيرفيس يمكن انه نحس بالبريشن اللي هو الرجفان، يمكن نحس بالاضطراب اللي هو رجفان كاتين اللي هو رجفة، مثل رجفة البزيونة أصير هسه نوصلها. طبعا شباب مش عندكم خلي توصلون من الساعة الفرا الفرماشت الفرماندز اللي يمكن ان نحس بيها شباب، هاي كلها طبعا احنا نوصلها نحس بها. فعلى كل حال يعني انه الاظنة والباما سيرفيس هو ريشن، يعني للريجوفان انه يستعمل الفينجر بيت، يستعمل هذه الشغلات. بس الدوكسر بيت شنو يستعمل؟ يستعمل التمبريتشر، يعني احنا نريد نشوف حرارة الجسم انه دافية كولد وورم، فنشوفها بالدوكسر بيت اللي هو يعني الدوكسر بيت اللي هو لقياس التمبريتشر. شباب هسه هذا عندنا، خلينا نعطيكم هذا الفينجر بي اللي حكينا عليها، وهذا عندنا هنا طبعا هذا الجزء هو البالما اللي حكينا عليها، اللي قلنا انه ينقاس بالفريشن، وهنا عندنا هذا الدورسابيت اللي هذا معروف، هذا يسمى الدورسابيت هذا التمبريتشر. هذا عندنا الفينجر تيب او اللي حكينا فينجر باتس. هذا شباب عندنا احنا قلنا البالمر نعطيكم شكله، وهذا عندنا الاوفنر اللي هم اثنيناتهم يستعملون للفبريشن، تحسس بهم الفبريشن. شباب التايب اوف بابريشن اكو لايت بابريشن تو فيل فور ذا بالس، واكو عندنا لايت بابيشن ايضا يمكن انه شيء فور دون اسيس فور تندرنس، يعني بعد بس خليني اجي بيناتكم، فيمكن انه المريض
فعلا بالنسبة للحين أسيس فور ذا تمبريتشر، مع بعض تمبريتشر شلون بليون سبيت، يمكن هذا الشيء يعتبر لايت بابريشن. السيرفز أسيس فور ذا سكين تكسيتشر بعون يعني، بس يخلي إيه يمكن إنه نحس بالسكين إذا كان سموث أو رو. المودريت بالبيشن شباب هايصير ديبريشن فور ذا سكين سيرفيس فروم 1 الى 2 سنتيمتر، يعني تضغط انت من 1 الى 2 سنتيمتر. هذا طبعا المودريت ايش يسوي؟ انه تو بالبيت ذا بودي اورجن، هاي بودي اورجن الماس، يمكن نشوف ان السايز مالت الاورجن، يمكن نشوف الكونسيستنسي، يمكن نشوف الموبيلتي اوف ذا ستراكشر، الحركه مالت الورم اللي جوا ايديناتنا. اكو طبعا الديب بالبيشن اللي هو انت لما تضغط لازم تضغط العمق من 2.5 الى 5 سنتيمتر. حتى شو تشوف؟ تشوف ايدنتيفاي فور ذا ابدومينال اورجن، ينفعنا نتعرف على الاورجن الموجوده ونتعرف على الستراكشر that are covered by thick muscles and abdominal mass. شباب اكو ايضا عندنا البانيومال بالبيشن اللي هو انه تستعمل ايديناتك الاثنين، وهاي يستعمل في فحص اليوتريا، في فحص البي، في فحص السمريس. هاي شباب لما ناخذها حتشوفون نستعمل ايديناتنا الاثنين، وحده تصير ابلاي بريشر وحده انه يعني بلاي بريشر على الأورجن. احنا طبعا نشوف احنا لو نشوف شباب احنا بس لو نشوف نوت اكزامن لدهنا اللي نستعملها شي نشوف طبعا كل الاجهزه كل السيستمات. شوفون شباب نستعمل اشياء الانسبكشن، بعدين برا الانسبكشن بعدين بابليشن بعدين اسكوبتيشن، ما عدا بالدومن نشوف انه يجي الانسبكشن بعدين يجي برا الاسكوبتيشن. ليش؟ لانه المال الفيزيكال مانيليشن اوف ذا ابدومن may be include change in bowel sound. لهذا السبب انه يجي الاسكوبتيشن ثاني تكنيك بالابدومن فقط، فقط بالابدومن، لانه هذه من الحين الى من نفحص المريض احتمال الفحص مالتنا خلاله حيسوي تشينج بالبام ساوند، حيظهر لنا اصوات هي اساسا ما موجوده عند المريض. لهذا السبب حتى تفاهم بهذه الحاله شو نسوي؟ الاسكوبتيشن يجي بالمرتبه الثانيه، يعني بالابدومن، فقط بالابدومن، بالابدومن يجي الانسبكشن بعدين الاسكوبتيشن بعدين يجي البيرتشن بعدين يجي البيرتشن فقط بالأبدومن. شباب بس احنا وصلنا الى التكنيك اللي هو البيرتشن، اللي هو طبعا بالبيرتشن هذا التكنيك يوز تو اسيس ذا كونديشن اوف underlying structure and identify and mutated internal organ. طبعا نستخدم هذا التكنيك حتى لتقييم حالة الأعضاء ولمعرفة الانترنال اورجن الاعضاء الداخليه، ويعتبر هذا هو مستمر يوز، يعني هذا التكنيك يستعمل اكثر شيء بالشيست بالصدر وفي الابدون. يعتمد هذا على حاسه اللمس وعلى حاسه عندنا
شنو هو يا هذا التكنيك؟ شنو شنو هو الستريكينج اوف بودي سيرفيس ويز شورت شيرد سيتفول ان اوردر تو ريديوس بوتوم فيبريشن كاركترستكس. طبعا هذا شنو انه يصير على شكل انه يتم هذا التكنيك يتم طبعا يكون على شكل ضربات. هاي الضربة مستقيم قبل بدي سيرفيس ويت شورت يعني شورت شير وصير هاي الضربة تصير على شكل طبعا قصيرة وبنفس الوقت حادة حتى شنو حتى يبرزنا بهالضربة حتى تبرز الضربة بس ارتجافات لها خصائص ولها أصوات معينة. يستخدم هذا التكنيك أيضا to determine location والسايز والشيب والدنستي يعني الكثافة of the underlying structure يعني كثافة الأعضاء الداخلية الأساسية. تو ديتكتد أيضا يستخدم هذا التكنيك حتى نعرف إذا كان أكو air أو fluid in the body space يعني إذا أكو هواء أو سوائل بالجسم وإنه هذا يمكن to instead يمكن إنه يظهرنا التندرنس إذا الأعلام يمكن إنه إحنا نسوي هذا القرح يمكن يصير عند المريض أعلام وبالتالي إحنا نعرف إنه هذا العضو الداخلي اللي سبق. طبعا التايب أوف بيركشن أكو بيه أنواع أكو دايركت بيركشن. هذا الدايركت بيركشن إنه شنو هو إنه مباشر انه القرح يتم ب البارتيشن ان ويتش وان هاند از يوز يعني يستخدم الفحص ايد الهند وان هاند يعني يستخدم ايد واحده وذات ستريكينج يعني يضرب بالاصبع مالته على السطح اللي هو يسمى طبعاً القرح غير الحاد الناتج بيركشن. البيركشن which the ulnar surface of the hand or face is used in place of the finger to stretch the body surface either direct or indirect. طبعاً يستخدم السطح الذي الأول قبضة
لا لا، صعب على ضرب سطح الجسم، ضعف كمان يستخدم اليد أو القبضة حتى يضرب سطح جسم ال طبعا يعني الفحص. بعض يعني شلون إنه يستخدم الأذنة مالت الهاند أو بيس ليس الليس والفيجا تو ستريك، يعني يضرب البوتي سيرفيس أذر دايركت أو إندايركت، يقصد الضربة رأسا على سطح الجسم مالت المريض، أو دورة تصير الضربة وين على الإيد على الفحص، تصير هاي الحالة إندايركت، وإذا صارت على هذا سطح الجسم المريض تصير هي دايركت. شباب البارتيشن ساوند يمكن هذا البارتيشن هي أصوات، الأصوات اللي هو الريزنس. الريزنس معناتها عندنا الرنين اللي هي هذا يسمى أوبا، إذا كانت المنطقة بيها هواء وتكون منطقة بيها يعني صلابة وبيها هواء، فهذا يسمى بيها اللي هو صوت يصير مجوف هل ساوند أوفر نورمال. الهايبر ريزونانس اللي هو فرط الرنين، الرنين المفرط اللي كان اوفر نص الاير، يعني هاي نسمعها لما يصير اكو هواء مناطق معينه يكون فيها هواء، زين يصير عندنا اذا موسيقى خاصه اللي هو بوم ساوند اللي هو صوت مزهر يسمونه، هذا نسمع فوق بالرئه في حاله يصير هواء في حاله الانجليزي انتفاخ الرئه. زين التبواني اللي هو الطبل، هذه كان اوفر اير اللي هي موسيقى خاصه الميوزيكال او الدرام ساوند او الطبل الخاص، هذه نسمع في حاله الريدوس بايجا ستون، هاي طبعا يعني تظهر أن يظهر في الأمعاء وأن يكون هذا الدخول أو شيء يمكن أنه القاعد يمكن أنه يظهر أن بالفنديق، وكذلك أن في حالة أن يظهر أيضا في حالة يعني يصير عندنا كسر الدبر فقاعة المعدة. طبعا الدوغناس اللي هو صوت البلادة يسموه، طبعا هذا الهيرد اوفر مو اوفر مو صوت تشو يظهر يسوي عندنا الكشن او القرح على التشو اللي هي صوت الصلدة، يكون هذا صوت البلادة الثاني sound produced by this structure، يعني ينتج من الأعضاء الداخلية اللي هو الدايفرام في حالة الدورة فنجين من أكو مي بالرئة في حالة الليفر المسرع أو السندية المسرع اللي يرجمت، وفي حالة المسرع اللي فوق بالبلادة يعني تروس المدر بالسوائل فيصير الميتيشن باليورين فيبقى هذا الصوت اللي هو الناس. الفلات نيز اللي هو الصوت المسطح، هذا يظهر اوفر نيز تيشو يا مكان في حالة الأعضاء المكتفة اللي هو يصير عن اكستريم دوم ساوند، لكن ذات ميبي بريديوس ماجنس structures such as muscular such as muscle، في حالة المصل يمكن أن يظهر الفلاتنس، يعني إذا سوينا قرح على عضلة يمكن أن يظهر لنا هذا الصوت، أو في حالة البون يمكن أن يظهر لنا أيضا هذا الصوت. شباب الـ auscultation اللي هو التسمع، هذا يمكن أن
score to the sound produced by organs such as heart, lung, blood vessels, and intestine. شباب هذا الصوت بالتسمع يمرز وينطلع للسماعة، سماعة الطبيب إنه لازم يسمعها، ودمن طبعا to produced by organs ينتج من نتيجة أما الهارت أو اللانج يعني القلب أو الرئة أو البلاد فاسلز أو التنست الأمعاء. ومن الضروري it is essential to know the characteristic أو يعني من الضروري إحنا نعرف أول شيء النورمال ساوند حتى نسوي evaluating للأصوات. الأصوات طبعا هذا مالت الأصوات يمكن إنه ينتج produced by inside or the body من الأصوات داخل الجسم اللي هي هذه الأصوات قد تنتج من أصوات الهارت ساوند أو الفاسكلر ساوند أو الباول ساوند يعني أصوات الرئة، أصوات الأوعية الدموية، أصوات الأنف، شباب أصوات التنفس. هاي كلها إن شاء الله لما نوصل لهذه السيستمات إحنا حنعرفكم على الأصوات الطبيعية. It is used to detect the presence of normal and طبعاً هسه وصلنا للجزء الأخير من المحاضرة اللي هو الفاليديتي داتا يعني بيانات التحقق. الفاليديشن هذه التحقق من المعلومات والفاليديشن اوف داتا از يمكن يعتبر اذا نريد نعرفه نقول از ذا بروسيس اوف كونفيرمينج اور فاليديتينج ذات ذا سبجكتيف اند اوبجكتيف داتا بيانس هاز كولكت از ريل نورم اند كوال. يعني هو عملية تحقق البيانات الذاتية والموضوعية التي جمعها هاي البيانات الموضوعية الذاتية اللي جمعها الممرض is reliable يعني هي موثوقة ودقيقة. الميثود of validation شنو هاي الميثود اللي احنا نتحقق بيها جنسة لازم يصير تشيك داتي through a repeat assessment يعني شنو يصير عادة فحص البيانات من خلال إعادة التقييم. ثاني شيء يصير clarify data with the patient by asking additional question إنه توضيح البيانات مع المريض من خلال طرح أسئلة إضافية. ثلاثة إن الدفع من other healthcare professional التحقق من البيانات مع الأخصائي الرعاية الصحية. Compare the objective finding with the subjective finding to uncover يعني هنا مقارنة النتائج اللي طلعناها بالobjective data مع النتائج اللي طلعت من السبجكتيف حتى شنو للكشف عن التناقضات اللي هو uncover discrepancies. هسه عندنا الديكومنيشن هسه مرحلة الديكومنيشن اوف داتا اللي هي مرحلة شنو تسجيل نتائج الموضوع. تتم هذه المرحلة لازم يعني determination data is the act عملية تسجيل نتائج act of the recording the patient assessment finding عملية تسجيل نتائج تقييم المريض. وهذه شنو تحتاج انه من الممرض انه يفتهم understand the purposes of documentation يعني يفهم الغرض من التوثيق learning
which information to document. لازم إنه يعرف يا معلومات اللي يسجلها where or I follow the individual declination guideline of their particular healthcare result. يعني لازم يكون ممرض ومستقل وعلى اتباع ارشادات التوثيق اللي يضمن الرعاية الصحية. مثلا شباب لما احنا نجي نوثق، لما مثلا انت تجي تريد تكتب انه قسمة الباص، طبعا احنا نعرف الاليات مالت الباص اللي هو الكرج والهيكل والريديال والفيمرال والمبنيات. فانت تجي تعطي الرموز مثلا للراجيت الارتقيات جيت الارتقيات. مثلا انت نعرف احنا بالباص اكو بالدرجات بالسكورات، مثلا نط صفر اذا ما اكو باص، نط واحد مثلا اذا كان ميكس باص، اثنين اذا كان نورمال، ثلاثة اذا كان سترون، اربعة مثلا اذا كان باموند باص. فانت هنا شنو؟ انت لا ما حتكتب الميكس، وانا ما تكتب مثلا بريك الارتر، هنا اعطيت اثنين، فهنا يعني معناته هو طبيعي من يجي ثلاثة للريديال اثنين اثنين. هنا عندنا في مرض مثلا شفته بجهة الرايت شفته صاير ويك، فاش تطي تطي عندنا واحد بولس اللي هو يعني واحد يعني طيته السكور مالته. شباب مثلا تريد تسوي دوكيومنت على البلاد بريشر، في البلاد بريشر احنا عندنا دوكيومنت يعني ترسم رسم في حالة السموم بوزيشن يعني النايم، في حالة السيتنج، في حالة الستاندينج هو واقف، نعطي هذه الرسومات. نعطي مثلا نقول انه قسنا البلاد بريشر للليفت ليج، تشتطي بالليفت ليج تعطي ار ار اقانيس مالتها، تعطي للرايت ار تعطي ار اي. زين انت قسته بالرايت ار اعطيتها ار اي اللي هو شنو البلاد بريشر اللي يا وضعية اللي قصتها وضعية هنا الجلوس. هنا أنا مثلا بالليفتك قصتها وضعية بوزيشن، أو في حالة الستاندين قصتها بالليفت آر، فتطيب الليفت آر أو أي. فإحنا لازم إحنا ناخذ التعليمات ما تلقاي الآن for the of their of the particular of healthcare يعني ما الرعاية الصحية اللي هي هاي الرموزات. احنا من نكتب الدوكيومنت لازم نكتب له بشكل رموزات. زين بعدين برا الدوكيومنيشن احنا حنيجي احنا نحلل المعلومات، نسوي داتا اناليسيس تحليل البيانات. زين طبعا الداتا اناليسيس هي تعتبر as a second step of base of the nursing process، تعتبر الخطوة أول مرحلة ثانية من عملية التمريض. بعد الداتا اناليسيس is very difficult to step، يعني يعتبر هذا هو كلش step كلش مرحلة صعبة. ليش؟ لأنه المطلوب من الممرض أنه يستخدم the nurse is required to use diagnosis reasoning scale to interested data quality، يعني يستخدم مهارات التفكير التشخيصي لبيان البيانات بدقة، حتى يبين البيانات بدقة. إنه diagnosis reasoning هو يعتبر is a form of critical thinking، يعني التفكير التشخيصي يعتبر شكل من أشكال التفكير النقدي والcritical thinking. والcritical thinking هو يعتبر is the way in which the nursing process information using knowledge، يعني إنه التفكير النقدي هو الطريقة التي يعالج بها الممرض المعلومات باستخدام
الطريقة ضارو يعني الكريتيكال ثينكينج، والطريقة اللي يستخدم بها الممرض المعلومات، يعني اللي يعالج بها الممرض المعلومات باستخدام المعرفة، باستخدام علم الممارس، الخبرات السابقة، الانتويشن، الحدس، باستخدام علم اللي كان جندا ابيليتيز، يعني الادراك، المعلومة، القابليات الادراكية، تو فورميت، تو لصياغة الاستنتاجات، الكونكلوجن اند التشخيصات. طبعا هسه الدايجنوسيس ريسنينج بروسيس اللي هي عملية التفكير التشخيصي. بعملية التفكير التشخيصي اكو 7 ديستينج ستيب هاف بين ديفلوب تو بروفايد كلير، يعني اكو سبع خطوات مميزة لتوفير رؤية واضحة. أول شيء إنه لازم نعرف إنه يصير بيها، لازم نعرف الممرض شلون يطلع من الـ identify abnormal data، شلون يطلع هاي المعلومات اللي هي غير طبيعية، and strength تحديد البيانات غير الطبيعية ونقاط القوة، الكلوستر داتا رسم الاستدلالات، طبعا هنا البيانات الكتلة الكلوستر داتا، والرو انفيرنسز يعني رسم الاستدلالات، والبروبس بوسبل ناسي دايجنوسيس واقتراح التشخيصات، وتشيب فور ديفاينينج كاركترستيك يعني التحقق من تحديد الخصائص، وكونفيرم او رول او يعني تأكيد او استبعادات بعض الشغلات، او تأكيد على بعض الشغلات واستبعادات، بعدين دوكيومنت كونكلوجن اللي هو توثيق الخاتمة. فنقدر نقول انه كونكلوجن اللي هو الموضوع مالتنا يمكن نقول عليه هو الفيزيكال اسسمنت is an essential part of planning nursing care، يعني التقييم الجسدي هو جزء من التخطيط للرعاية التمريضية، و data obtained during the general survey المعلومات اللي تأخذ من خلال المسح العام، والمعلومات الأخرى اللي نحصل عليها during the patient history من خلال طبعا من خلال انه التقييم السبجكتيف داتا، كلها تساعدنا to determine the method of approach used by the professional، تساعدنا على انه نسوي بس منهج يستخدمه المهني، يعني to determine the method of approach يساعدنا على انه تجميل.